FM. الكل مليك. يحضر بحضنا كما كل نهار خميس ديكوراتور عاطف البيهي. مرحبا عاطف. مرحبا بك عايش. شو حالك؟ لاباس؟ لا لاباس. باهي عاطف، اليوم باش نحكيو على موضوع جديد، باش نحكيو على كيفاش يكون لو بلان داميناجمون ناجح في ديارنا، شنو لازمنا نعملو بالضبط. واول حاجه باش نحكيو عليها كيفاش نقسمو الدار على ثلاثه بارتيات، معناها تخوا بارتي. وي بون، هو موضوع راهو حساس شويه، خاطر ديما نتيحوا في معناتها نلقاو روحنا في دي بيج وقت اللي نبداو الدار مقسمه ما عادش نلقاو حلول كيفاش ما نوخر بالتوالي. معناها نبداو بالتقسيم من الاول. هذاك هو اهم حاجه معناها. دونك احنا اول حاجه باش نخمو فيها في الميناجمون بتاعنا هي كيفاش نقسمو معناتها الدار على تخو بارتي، اللي هي معناتها اون زون كومون، اون زون سومي انتيم، وزون انتيم. معناتها كيفاش عندنا بلايص نجمو ندخلهم الضيف وندخلهم احنا، وعندنا بلايص ندخلهم كان احنا، وعندنا بلايص نستقبلوا فيهم الضيوف معناتها بصفه عامه. داكوغ. كي نقولوا مثال سالون تسمى لازون، معناتها لازون كومون. هذيك نتاع الناس الكل. اي فوالا. كيف نقولوا مثال سالدو نتاع اللي بحذا اللي تكون قريبه للصالون، هذيك سومي انتيم، يدخلوا لها احنا ندخلوا لها معناتها العباد. وكي نقولوا بيوت النوم هذيك حاجه انتيم. على انتيميتي. كوجينا سومي انتيم، نجم يدخل معنا الضيف للكوجينا. داكوغ. دونك اذا باش نحكيو على هذوما باش نقسموا باغ زون، باش نحكيو على الفوازيناج نتاعهم لي بيس. معناتها شامب، شامب بارونتال، سالون، سال دو بان، سال دو، باش نحكيو على الفوازيناج نتاعهم والفريكونتاسيون. كل وحده لازمنا نخمو، فما اون سيرتين لوجيك نخمو بها معناتها. دونك انا كي نقول سالون بالطبيعه مش باش يكونوا البيوت قراب، اذا باش نقول معناتها بيوت نوم ولازم فما اون سال دو تكون قريبه لهم اكسيسيبل ليهم. دونك في بيس الكوزينه نتاعنا اذا عندنا معناتها ان كوان روبا لازم نعرفوا كيفاش نحطوه معناتها ما قريب للصاله وقريب للكوجينه. داكوغ. معناها اكثر حاجه تكون بعيده هي لي شامبر بيان سور. هي لي شامبر ديجا معناتها نسميهم اون معناتها بارتي نوي وبارتي جور، معناتها اللي هي سالون وكذا واحد، فهمت؟ هكيكا. دونك لهنا هذايا مبدئيا. بخلاف هذاك ديما مادام باش نبنيو دارنا واللي باش يعمل ايتاج دو بريفيرونس يبريفوا معناتها شامبا كوشي لوطا اللي هو النهار اخر باش كي يكبر ما يقعدش يعمل في بيت نوم. فهمت؟ هذه حذرها للكبر، معناتها للكبر باش يولي واحد يكبر دونك يستحقها. ماذا بينا اون ايفيت الكولوار، خاطر اسباس جوست تاع سيركولاسيون و انوتيليزابل، معناتها ما نعيشوش فيه. جوست سيت ان جوست ان باساج، معناتها ما نقعدوش فيه. اما كولوار كبير ماذا بينا نحاولوا اون ليفيت لو ماكسيموم بوسيبل. مو عندنا احنا باش نخدموا بلون اللي باش يخدم ولا اللي قاع معناتها الكليون مهما كان البارتيكولي ولا البروفيسيونيل، اون ليفيت لي كولوار معناتها بصفه عامه. حتى اذا في صورتنا ما عندناش حل الكولوار نحاولوا ندخلوه في ديكوراسيون. فهمت؟ ندخلوا في ديكوراسيون فو كو سيت ان باساج نيسيسير، معناتها نتعداو منه كل يوم. اي فوالا. اما هو لازم باش يكون موجود الكولوار. فما لي زوبن سبيس نتفاداو فيهم الكولوار. يبدا عندنا سباس اوبن سبيس، مثال عندنا الكوجينه وكوان روبا والصالون، يبداو كومونيكون معناتها كلهم معناتها مع بعضهم، باش نلقاو ان بتي كولوار ولا ان هول دو ديستريبيسيون، ما يسماش كولوار. ان كاري دو ديستريبيسيون اللي فرقنا البيوت تلقاهم معناتها من بعد. فهمت؟ هذه بالنسبه للحاجه هذه. باغ سا عندنا مثال توا لي بيس نتاعنا فيهم دي نورم. انا كي باش نبني داري نعرف او موا لو مينيموم تاع شاك بيس. مثال في شوم بارونتال بالطبيعه عندنا اون سال دو باش تكون في وسطها، فما ان دريسينغ، ماذا بينا تكون ان مينيموم دو 19 متر كاري. بعد قداش على قداش باش نعمل 19 متر كاري انت والاسباس نتاعك، معناتها نجم يكون فيه فورم تاع وتكون ايريغوليير. داكوغ. تكون 19 متر كاري. بالنسبه للشامبر دونفون ولا شامبر دونفون سبيسيالمون، ماذا بينا تكون با موان دو 12 متر كاري. الكوجينه با موان دو 12 متر كاري كيف. اذا عندنا الفي سي معناتها جوست سال دو فيها كان كوفيت وروبيني وكاو، معناتها فاس كاكاو، با موان دو 2 متر كاري 12 متر مربع. بالنسبه للصالون مازلت لحظه هذيك خليناها الاخرى. وبالنسبه للسال دو بان ماذا بينا 4 متر كاري ما ننتحوش عليهم، سينو ما عادش نلقاو روحنا في سال دو بان، معناتها باش تولي صغي على الاخر ولينورم نتاع سيركولاسيون نتاع لونكومبرومون يبدا مرتاح فيها، ما عادش يكونوا موجودين. السالون نتاعنا با موان دو 20 متر كاري 20 متر مربع كحد ادنى، معناتها فهمت؟ خاطر في عندنا باش نلقاو روحنا
عنا البلايس معناتها عنا ان كانابي او موا تخوا كانابي باش نقبل فيهم الضيوف وكذا. اذا عندي ساله برك ماذا بيا اكثر من 20 متر كاري معناتها 25 30 متر كاري تبدا الساله نتاعي باش تبدا باش نجم حتى نحط فيها ان كوان ساله مونجي نحط توي ولا نحط معاه كراسي باش نجم. اما ديما يقعد الاسباس يحكم فيك عاد فهمتي احنا نعطيو هذايا المينيموم اللي تحت هذايا باش يكون عنا لهنا تحت هذوما باش يولي اكس صغير معناتها باش نحكيو على البتيت شومب كوشي البتيت شومب دونفون البتيت معناتها الكويزين هذوكم باش يوليو فيهم ان رونجمون مالان وكذا كيما حكينا عليهم قبل كيفاش معناتها نتصرفوا فيهم وكيفاش نخلي لي رونجمون نتحايلوا عليهم شويه باش يجيو لهنا حد لي نورم ستاندار باش ما نتيحوش في بيج داكور. ابار سا عندنا لي في سي سال دو لي سال دو بان برشا من الناس تيح في بيج اللي هو يعمل لك سال دو بان مثال مثال اللي يخرج من حل الباب يروحوا مقابل الصالون ولا مقابل سالا مونجي ماذا بينا اون ليفيت هذوما حاجات اللي الواحد بعد ما يخدمهم ويدخل في تاب دو كونستركسيون يبدا يبني ما يفيقش بهم الاول وقتاش يفيق بهم وقت في نعيش ونولي نعيش في وسط معناها يولي المنظر وقت نعيش تولي ديزاغريابل معناتها واحد خارج من التواليت يحل الباب فما حس فما ديزودور كذا روايح دونك نحاولوا اون ايفيت الحاجات هذوما من الاول فهمت يكونوا تري بيان اتيدي باش ما نتيحوش في البياج هذايا. ونحنا كنا حكينا قبل زدعات وقلنا لي سال دو بان لازمها تكون بعيده شويه بعيده شويه على الصالون على الكوجينه ماذا بينا ديما هكيكا وكي نلقاو حتى نلقاو حل مثال في السال دو بالذات سال دو ماذا بينا وحده تكون انتيم ديما اللي عنده شويه اسباس مش برشا راه مش مخلقوها دو متر كاري سي با غرون شوز مثال تكون عندنا وحده سبيسيال لزون انتيم اللي هي نتاع البيوت النوم وان سال دو اخرى تكون ابروكسيميتي دو سالون معناتها قريبه للسالون مي تكون فما اون سيباراسيون ديريكت ليها هي بالذمه ليها فموجودين لي سوليسيون وقت اللي يكون كل شيء عندنا اون بلان راهو نلقاو الحلول معناتها مي كي بداو في كونستركسيون وبنينا الحلول تولي تصعب شويه دونك ابار سا عندنا ماذا بينا في الكراج نتاعنا اون بونس على الكراج يكون للكهرباء وللرونجمون ما نعملوش جوست ان كراج سواء الرونجمون سواء الكهرباء معناتها ساعات معناتها يكون شويه كبير طريف معناتها فهمت نخمو باش يكون كبير شويه خمو جوست كهرباء فهمت في الرونجمون خاطر ساعات تبدا عندنا ان اسباس صغير وواحد يخمم في الكراج ان اسباس صغير معاه كراج ينجم كراج باهي ينجم يخلينا نربحوا الاسباس باش الرونجمون نتاع الشتاء نحطوا غاديكا نتاع اي اي معناها تربح دو زونان كيما نقولوا يعطيك صحه نقص على رواحنا. بالنسبه للصالون مثال تبدا عندنا جاردان باهيه اون اوب بور دي زاليج نتاع شبابك الرخامه نتاع الشباك تكون واطيه شويه باش يكون عندنا اون فيو اغريابل على الصالون معناتها على الجاردان ما نعملوهاش عاليه باش اون بروفيت دو بيزاج بيان سور سواء معناتها باش تقعد تفرج في الجنينه بالضبط. سينو ابار سا عندنا اذا احنا في كام تاع كويزين امريكان نقولوا احنا معناتها الكويزين محلوله على سالا مونجي سي لوبن سبيس ماذا بينا اون ايفيت الماشينا لافي معناتها في وسطها الخطر علاش تعمل برشا حس ماذا بينا إيه الماشينا لافي معناها وين نوليو نخلقوا بيوندري نخلقوا بلاصه اخرى في وسط الدار ما نتصرفوا في وسط سال دو بان نسرقوا متر مربع نتصرفوا ديما راهو هذايا اللي راهو التصرف وقت اللي انا اون بلون معناتها نخمم فيهم الحاجات هذوما كي انا عندي باش نخدم في مخي كويزين امريكان نخمم اني نحي منها الماشينه لافي خاطر فيها حس واللي تصور واحد قاعد في صاله واحد بيترش التلفزه والحس تاع الماشينه لافي تولي برشا يغسل في الحوايج حتى محس حتى استيتيكمون كي تكون كلها دي زيليمون تكون بلو كلاس وديما خير من انها تكون فيها بلاصه الماشينه لافي هكا وحدها فهمت هذه بالنسبه ليها ابار سا اللي عنا اذا باش نعملوا ميتزانين اللي باش يعمل ميتزانين يخم عنده دوبل اوتور مثل في دار شيخدم ريتشو سي برك باش يعمل فيه اون ميتزانين سده اكسيسيبل معناتها مش جوست للدبش ماذا بينا ما نعملوهاش لوح تكون سوا ستركتور ميتاليك ولا تكون اون بيتون خاطر اللوحة كي واحد يمشي فوق تقلق اللي عايش تحت ساعات نزيو اون بروفيت نلقاو روحنا طحنا في بياج نتاع نقلقوا اللي لوطه خاطر اللوحة فهمنا الحس نتاعو يعمل برشا حس يعمل برشا حس فوالا يعطيك الصحة عاطف دونك كان هذا موضوعنا لليوم اللي هو البلان ديميناجمون ناجح لديارنا كيفاش لازمنا نعملوا بالضبط الكلمة ليك